ناخذ مثال 2 5 2.5 اول شيء بيبدا باوبن سيركت تيست شورت سيركت تيست عندي 50 كي في اي ترانسفورمر هذا هو صار معي سكندري عندي هاي اوبن سيركت تيست شورت سيركت عندي في اوبن سيركت في اوبن سيركت 2300 اي اوبن سيركت 0.21 امبير اون روك بي اوبن سيركت 50 واط عند V short circuit 47 volts I short circuit 6 ampere و P short circuit 16 volts اوكي مضبوط ايش شغالة مضبوط إذن هلا بدنا رح نبدا بهدول اول شيء بدنا نطلع هذه ريفير تو ذا برايمر هذول التست كلهم من البرايمري هلا الموديل رح نفترض الموديل شكله رح ناخذ الموديل المبسط في شويه تبسيط اللي هو اكس ايكوفالنت او ار ايكوفالنت اكس ايكوفالنت جي ناخذ هذا الموديل المبسط فهون اخذنا هاي فرضناها كانها كلها من هاي الجهه رح يطلع معنا من التست هذا السيريز متذكرين هذا سميناه السيريز هذا اذا بدنا ممكن نسميه شنت او بارلل بارت بدنا نبدا الان نطلع بدنا نطلع اول شيء هذا الموديل ريفيرد تو ذا برايمري اذا بارت A موديل انت قلت بتحدد لنا ريفيرد لشو؟ انا بحدد ايش عفوا؟ ريفيرد لشو؟ طبعا بقول لك ريفيرد تو ذا برايمري او ريفيرد تو ذا سكندري او انت لما تجاوب قول لي هذا اذا التست احنا عاملين حددت يعني احنا هلا واضح من السؤال انت لما بتبدا تشتغل فيه راح يبين معك انه هذا التست انعملت على البرايمري مش هيك؟ هون حطينا احنا هذا هون او حتى التست المفروض يكون مذكور بشكل واضح انه the primary side of the transformer يعني المفروض هذه التيبل مش كامله ايش لازم احط؟ carried out at the primary side of the transformer اوكي فهاي هون معموله على البرايمري سايد اوف ترانسفورمر لما تكمل وتطلع راح يطلع هذا معك الموديل ريفير تو ذا برايمري سايد هذا ما بياثر حطيته هون او حطيته هون بنعتبر بس راح نعمله بهذا الشكل لما اخلص هذه الاناليسيس هون ايش راح يطلع معي ريفير تو ذا برايمري قديش ايه دائما تتذكروا انه ايه هي ستيب داون ريشيو 10 في هون 10 مش هيك اذا راح يصير عندي كل المقاومات اذا بعمل ريفير للسكندري بدي اقسم على A سكوير على 100 اوكي فبقسم على 100 وهذيك الفولتج والكرنت بدي احولهم ب 10 او بضرب في 10 اوكي فبصير ريفير تو ذا برايمري او سكندري طيب نبدا اول شيء هلا خلينا عشان نطلع اذا بدنا نطلع اول شيء نطلع الاوبن سيركت فبدنا نطلعه كادمتنس هلا نطلع ثيتا من الاوبن سيركت راح تكون بي اوبن سيركت على الكوساين minus 1 وعندي هون B open circuit I open circuit عندي P open circuit 50 watt
اللي هناك 2300.21 هاي هون كوساين ماينس 1 او ار كوساين، فبتطلع معي الزاوية 50، هذا بيطلع عندي الكوساين ماينس 1 84، فهي هيفلي اندكتيف هون، فهي الزاوية تبعت. هلا هاي لاحظوا اذا كانت هذه امبيدنس شو راح تكون الزاوية هاي؟ امبيدنس بوزيتيف، ادميتنس ماينس. اوكي، يعني اذا بدكم ارسموها بهذا الشكل عشان تتذكر، هذا واضح انه اندكتيف مش هيك؟ هاي زد ال، هاي اي ال، مظبوط، هاي واي. كل فاهم الاشاره؟ اوكي، فزد ال بوزيتيف، بس اذا كانت ادميتنس راح تكون هذه نيجاتيف. هلا بدنا نطلع الادميتنس واي. هلا واي راح تساوي اي او سي على في او سي، عندي اي او سي 0.21 على في او سي 2300. طبعا هذه هون واي، فهي بتطلع 9.13 times 10 to the minus 5. طبعا هاي راح تكون سينس، صارت واي بدها تساوي واي على الزاوية، الزاوية اللي هي ناقص 84، فعندي بتصير هاي 9.13 times 10 to the minus 5 على ناقص 84. هلا هون لما بقسمها راح تتقسم لكوندكتنس وسسبتنس، فهي راح تطلع معي جي زائد، او بالحالة هاي ناقص جي بي. عندي هلا جي اذا ضربتهم هلا واضح الكل، بضرب هون في كوساين، فبصير عندي عدد الاصفار هي بتطلع 9.54 ضرب 10 سالب 6، 1 2 3 4 5 6 مظبوط. هون عندي هاي ماينس جي وهاي تطلع 1 2 3 4 5 9 ماينس 9.08 ضرب 10 سالب 5. اوكي ماشي واضح؟ بس مش مش ايش؟ خلص اوكي. هاي اذا طلعنا هذول التو برانشز، هلا انه طلعناها ادميتنس معناها هي عباره عن 1 على ار سي ناقص جي 1 على اكس ام، فبصير عندي ار سي بيساوي 1 على هذا الرقم 1 2 3 4 5 9 5، فبيطلع ار سي 105 كيلو. طبعا هذا اذا بدك تذكر حالك هذا ريفير تو دي برايم اكس ام 1 على بوينت 5. هذا الرقمين بعدين بنروح على الشورت، على الشورت سيركت تيست. الشورت سيركت تيست بنهمل هذا الجزء ونعتبر مقبل المقاومه هي هاي. وهلا هون بنطلع زد، فعندي ثيتا شورت سيركت بدها تساوي كوساين ماينس الباور عندي 160 على 47 في 6، فبتطلع الزاويه 45. زد شورت سيركت بدها تساوي في 47 على 6، بتطلع زد شورت سيركت 7.8 بتصير عندي زد بتساوي 7.8. هلا هون الزاويه بدها تكون لانها زد بوزيتيف بلس 55.4 وهذه بتنقسم ل 4.45 زائد جي فبصير عندي ار
equivalent بتصير 4.45 ohms. نتذكر حالنا انها referred to the primary. X equivalent بتصير 6.45 ohms. اوكي. هلا صار عندي الموديل لو بدي ارسمه. عندي هذا الرقم 4.45 ohms 6.45 ohms J RC 105 كيلو ohms وعندي XM 11 كيلو ohms ال V primary 2300 مضبوط؟ هاي برايمري ما طلعناش احنا حسب اللود من هون، وهذه راح تكون كمان نفس الشيء، راح تكون هاي هون 2003. بس هذول هم هلا هذا كله ريفير تو ذا برايمري. لو بدي احوله هلا عندي A فبتصير A تربيع تساوي 100. وكنا لما نعمل ريفير من السكندري للبرايمري قسم هلا بنقسم على نعم للسكندري. هلا احنا اللي بدنا نعمله بالضبط، احنا كان كان زمان زمان يكون عندي اشياء موجوده بالسكندري بدي ارجعها للبرايمري كنت اضربها ب A سكوير. هلا انا بدي ارجع كل شيء للسكندري فبدي اقسم على A سكوير، فكل القيم هاي بتنقسم على A سكوير. فلما بقسم 4.5 على 100 بصير عندي بصير عندنا هون هون نفس الشيء 105 لما بقسمها على 100 بتعطيني 1.05 مضبوط؟ او بتصير هاي 1050 اوم، وهاي بتصير عندي 11 بتصير 11 كي بتصير 110 مش هيك؟ هاي بتصير جي 110. وهلا لما بعملت له ريفيرال للسكندري الفولت صار يبين عندي هون في اس راح يبين هون اي اس هون راح يبين في بي على A و A بس هذا هيك صار ريفير تو ذا سكند 30 خلص انا هو اذا حطيت راح يبينوا الرقمين نفسهم انا بدي اتاكد انه هاي في بي على A وهذه في بس ممكن قيمهم ما تكونش متساويه لما يكون في كرنت ماشي